عليكم يا شباب، مرحبا بكم في فيديو هذا جديد. الفيديو سوف نريكم كيف تعملوا مقطع انيميشن محترف بأبسط الطرق وأسهلها. أول شيء سوف تقوم بالدخول إلى اليوتيوب وتكتب كروما الفم، وسوف يظهر لك هذه الفيديوهات. تضغط على أحد هذه الفيديوهات وتضغط أيضا على مشاركة وتضغط على سناب شات وتختار جودة الفيديو. ولازم أيضا أن يكون عندك برنامج سوبر ميل الذي سوف أترك رابطه في الوصف، والباقي سوف يتم شرحه في هذا الفيديو الذي سوف أتركه في الوصف. وهذا الذي كان عندنا في هذا الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك وشارك في القناة لتصلك كل جديد. كان هنا والسلام عليكم.